مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد معكم مثل نوريك العاده في رياكسيون جديده وفازه جديده وتكتيك جديد. خويا توا جبت لكم رياكسيون بيدين كانون 16 وان دي هبطت البارح عندها 16 ساعة خويا عاملة 400,000 فيو كاسة على الاخر التيتر سمعت منه اكستريم اللي هو قلت لازمني نعمل عليه رياكسيون برشا خويا يطلبوا مني باش نعمل رياكسيونيات خويا راني بالرسمي راني محصور راني بالرسمي مانيش نلقى في وقت جملة راني كل يوم زوز رياكسيونيات خويا وكان نقرا في الكومنتات الكل نقرا في كل شيء قاعد نعمل في مجهودي باش نوصل نجاوب الناس الكل ونقرا كومنتات الناس الكل هكا لايك وكا لابوني الولاد ما نطولش عليكم الانستغرام في الديسكريبشن خويا عندك موضوع اجا احكي معي في الانستغرام نجاوبك واسال الناس الكل تيقولوا لك راه ولد النوري يجاوبنا خويا التيتر هذا نحبو يتبارتاجا في الانستغرام خويا تاقيلي الاسم نتاعي وتاقي ديدين كانون وتم بارتاجيو في الستوري في الانستغرام عملي ابوني في الانستغرام وابوني في اليوتيوب وجيم في اليوتيوب نبدأ في الرياكسيون ما نطولش عليكم وبراي ياي ديدين ياي ديدين كانون 16 خويا عندي تيتر متاع ديدين كانون 16 20,000 فيو خويا برا نبدأ كلاش هذي متاع الكلاشيات خويا هاكا وليت نفهم الولاد الدنيا جرى كاس الالم شبيه الناس طار عليا السود الليل بقلم غرب سما يطاف عليا انا مرض الفهم نفس الاماره بالسوء من وقت سيدنا ادم جينا اي نفس الاماره بالسوء من وقت سيدنا ادم اولد سكول خويا التيتر عاودو عاود الدنيا جرى كاس الالم شبيه الناس طار عليا السود الليل بقلم غرب سما يطاف عليا انا مرض الفهم قبل كل شيء الولاد تفرج كعبه الكوفرتير خويا كيفاش بالرسمي تحسوا عرفت شنو عابد عنده جوانح وكذا مشوه وفازيت ما فهمتوش شنو يقصد بها اما خويا كوفرتير تير على الاخر بالرسمي كوفرتير تير على الاخر ظاهرة عرفت كدمار شامل وكذا بالرسمي كوفرتير تدير على الاخر تير على الاخر الولاد بالرسمي برا نكملوا الوقت سيدنا ادم جينا الدنيا ضيف حسبنا روحنا خالدين بين الظلمه والنور ناس غافلين ما بينه وبين اي حسبنا جينا في الدنيا ضياف حسبنا رواحنا خالدين عباد رشناوة غلطين ولا هذا هكا غلطوا معني خويا رانا منيش نخلدوا في الدنيا رانا باش نعديو الوقت نتاعنا وباش نطلعوا لربي خويا ربي يحسن خاتمتنا وربي يخلينا خويا باش نكونوا قد المسؤوليه صاحبي نعاودوها الفازه هذه خاطر عجبتني لي اسود الليل بقلم غرب سما يطاف عليا انا مرض الفهم نفس الاماره بالسوء من وقت سيدنا ادم جينا الدنيا ضيف حسبنا روحنا خالدين بين الظلمه والنور ناس غافلين ما بينه وبين بعدونا الدين عراونا الزين دخلونا البنين نحن الظالمون قوم ظالمين متنائمون في ذاك القصر الحزين قاتم على بالنا الوان هكذا قديمه غايش تالف كان اللي طار وكان اللي دار ونعرف شكون كتف كان اللي مازال في قلبه غلى على الدوله حالف اللي مازال في قلبه هي بيه يا زي اخويا عاود دائمون في ذاك القصر الحزين قاتم على بالنا الوين هكذا نبقى ديما غايش تالف كان اللي طار وكان اللي دار ونعرف شكون كتف كل اللي مازال في قلبه غلى على الدنيا كل اللي هبل وكل اللي هبل والخايف ودونا شوف وقتاش التوب راك تحصل في المكتوب دنيا وقتاش التوب راك تحصل في المكتوب مردو القلوب عيش تسمع اليوم عيش الحصري حكاية بين الظلام والنور بين الظلام والنور كنت تدري روح والغيوم ويروح معاهم صغري حاجة ما تدوب ولا الدنيا بالزخرة تجري انت البارح زرعت الليب واليوم ترك برجو ليا رفران كاس حذي اخويا بدل في الريتم جملة عرفتك اللي عطاها بصوت يوصل للقلب طول طول باش نعاودوه الرفران خاطر كاسها على الاخ تدري روح والغيوم ساحوا القلوب بكري بين الظلام والنور بين الظلام والنور كيف الدنيا كنت تدري روح والغيوم ويروح معاهم صغري يروحوا الغيوم ويروح معاهم صغري برا بابا برا دنيا بالزفرة هي تجري والله ليب واليوم تركات ليمو داوية اللي بيا مريض بحر قراني عايمو تقريب بين حالة الصيد ليك بري بشلو قويمو غير دموع لمي ما تغيض لعبك راني صايمو خليني
غير دموع لميمة تغيث لعبك راني ساين وخويا برسني ديدين كان ديدين كانون ولا كلاش هو الوحيد اللي قاعد نفهم له في الراب نتاعو الكل عرفت شنو هو اللي بيا مريض بحر راني عايمو بكري بين حالة الصيد ليك بري فشلو قويمو غير دموع لميمة تغيث لعبك راني صايمو خليني بوزي وش من راحة البال في بلاد ما تقدرش ما با فيها تروبوزي ما تفوق الدنيا هادي طقني مات بروسي كاسي ما لا راي روم كلاسيك اللي راح كل اللي جا مكتوب كروم تراسي كل اللي راح كل اللي جا مكتوب كرامة راسي بالرسمي خوي اللي كتبوا ربي تو يصير وجاو نحلى جاو الاولاد بالرسمي خوي فما كلاشيات صايره بين ديدين كانون ديدين كلاش من مالمو ولا ديدين كانون كيف كيف وتراب كينغ خوي اش نعملوا فيديو من بعديكا بعد التيتر هذا يستناو فيديو خويا يطير على الاخر مانيش رياكسيون ماهيش تبع الرياكسيونات جمله اما باش نعملو تحليل كامل على الكلاش هذاك الكل خويا جازو سنين دي ديكاس الناس كيفاش نسان غدوه يدفنوني كي يحبس رقاص شفال هدا يلي طايح بالدا تخبى مول الغاش يطيح لي سندا عطيت اليد لقيتها فوق الشده يا المخده دوق الدا حرت فيك من بدا تلمو فيك ميات ايه عجبتني حالة تفكر عودها برجع ليه هذيك تعجبني خويا في ديدين كانون والله عضيت اليد اللي لقيتها فوق الشدة يا المخدة عضيت اليد اللي لقيتها وقت الشدة يا المخدة دوب المدى حرت فيك من بدا تلمو فيك ميات نهدى نفس الوقاحة بلي زغوها عطم التفاح حكاية الأمور تيتر وفي التيتر وفي اخويا قاعد نقرا في كومنتاتكم الكل بالرسمي حاجه حبيت نحكيها تك تك تويكا قاعد نقرا في كومنتاتكم الكل بالرسمي برشا كومنتات مزيان اخويا برشا موتيفاسيون برشا كذا قوتنا الجزائريه اخويا بالرسمي ربي يخليكم وربي يحفظكم كيف ما قلت لكم اليوم تاع الانستغرام في الديسكريبشن حاجتك موضوع اخوك ولد نوري معاك صاحبي المهم تيتر كسح على الاخر وعندي اخويا دي كسح على الاخر ديدين كانون اي بابا اي ولا ديدين كانون توا من احسن الرابرات اللي قاعد نسمع لهم في الجزائر فما الاخر فوبيا زاد سمعتي وكسح على الاخر خويا بالرسمي بالرسمي فما تيتروية توكا فوبيا خويا التيتر اللي فات عملنا عليه رياكسيون والتيتر اللي قبله متاع الواو نسيت اسمه والله نسيت اسمه لحظة نسيت اسمه والله سامحوني الولد نسيت اسمه الرابر الاخر الوي وخاطر اتسيهل اسمه شديد الوي والله نسيت اسمه استغفر الله يا رب المهم ما عليناش الولاد برا وعملوا طلة هيك لايك وكا لابوني لابوني في الانستغرام نتلقى في رياكسيون جديدة من بعد هيك هاوكا باش نعملوا خويا كلاشيت بين ديدين كانون وتراب كينج استنيه وخويا بلسني حاجة كسحة على الاخر نتلقى في رياكسيون جديدة والله